طيب نرجع للجزء الثاني من المحاضرة الآن، وبنتكلم نكمل على موضوع عجلة الحياة للأجهزة الطبية. نحن تكلمنا على المرحلة الأولى اللي هي التصميم الفكرة، وبعدين التصنيع والتسويق، بعدين يجي الدور المستشفى. طبعا المستشفى في عجلة داخلية للمستشفى للجهاز، تبدأ حقيقة من قبل شراء الجهاز. يعني المستشفى يجلس الطبيب والمهندسين والاستشاريين والشؤون المالية والتمريض والقانونيين والإدارة، إنهم يخططوا المشاريع على المستشفى. يعني نخطط هذا المستشفى نبغى لي إيش، نبغى مثلا للسرطان، نبغى للأمراض العامة، نبغى للتخصصية، إيش المجالات اللي حنتخصص فيها، إيش الأشياء اللي نحتاجها، إيش عناصر المستشفى اللي مفروض تكون موجودة، إيش الأجهزة اللي حنحتاجها في كل عنصر. وهنا يجي دور المهندس الطبي إنه يقول أنت تبغى تفتح عيادات خارجية، يبقى الأجهزة اللي مرتبطة بالعيادات الخارجية هي كذا، تبغى تفتح طوارئ يكون كذا. إيش بعد ما نحدد الاحتياجات ونحدد المجالات العمل للمستشفى ونخطط للمشاريع المستقبلية، إيش الأجهزة اللي لازم نغيرها، إيش الأجهزة اللي خلاص يبغى لنا نعمل توسعة في المستشفى، يبغى لنا نبني هذا القسم في المستشفى. فبعد ما ينتهي التخطيط وتحدد الاحتياجات، تبدأ تعد مواصفات للاحتياجات. أنا مثلا أبغى أعمل عيادة، أبغى قسم أشعة، فلابد تأتي لجنة تشترك فيها المهندسين الطبيين ومستشفيات أقسام المستشفى كلها، تحط مناقصات تحط مواصفات للأجهزة اللازمة لقسم الأشعة. قسم الأشعة أنا أبغى جهاز أشعة، أبغى جهاز فلورو، أبغى جهاز سي تي، ولا أبغى أحط MRI و CT سكانرز وأشياء مختلفة، ولا أنا بس أبغى جهاز أشعة واحد. وجهاز الأشعة هذا لابد أحط له مواصفات للشيء اللي أنا أبغى، اللي يحقق رغباتي واحتياجاتي. فالمواصفات دي لها جزئين. يعني في طبيب يبغى يستفيد من جهاز الأشعة، فهو يقول أنا أبغى جهاز الأشعة ينفذ لي 1 2 3 4 5، تمام. لكن اللي احتياجات الطبيب دي ممكن تتحقق بمجموعة كبيرة من أجهزة الأشعة. مين اللي يحدد أي جهاز أشعة أفضل من الآخر؟ مين اللي يحدد المواصفات الفنية التقنية اللي داخل الجهاز؟ يجي هذا دور المهندس الطبي اللي يساهم مع الطبيب ومع حقون المشتروات ومع حقون التمريض اللي حتستعمل الجهاز، برضو يكون لها input بشكل كبير، فيضعوا المواصفات العامة للأجهزة اللي يحتاجوها في كل قسم للمستشفى، ويعلنوا المناقصة بشكل عام للشركات. فيأتي المهندسين الطبيين اللي في الشركات، طبعا لاحظوا اللي حط المواصفات في المستشفى هو مهندس طبي، جزء من الناس اللي خططت للمشاريع هم مهندسين طبيين. اللي بيرد على طلبات المستشفيات أو طلبات الوزارات أو طلبات القطاعات الصحية على أوكي أنت تبغى جهاز أجهزة أشعة، أنا كمهندس طبي أجي أتفاهم مع المهندس الطبي اللي في المستشفى، أقول له أنا عندي هذا الجهاز له المواصفات الفلانية يحقق الطلبات تبعتك، وأعمل له أنا يعني وصف شامل للجهاز اللي عندي بمواصفاته ومميزاته وبإمكانياته، وأدي له إيش العروض حقتي للصيانة، إيش العروض حقتي للقطع الغيار، إيش الأوبشنز اللي موجودة في الجهاز. فكل الشركات تأتي وترد على المستشفى اللي طلبت أنا أبغى جهاز أشعة، أعطوني جهاز أشعة يحقق المواصفات التالية. تيجي 10-15 شركة تعطي كل ما عندها وتدعي إنه جهازها هو الذي يوفي بالغرض اللي المستشفى يبغاه. فيأتي المهندس الطبي مع اللجان المشاركة الأخرى كفريق عمل واحد، ما في واحد فيهم أهم من الآخر، كل واحد له دور مهم و يعني فكرة ضرورية يحطها في المجموعة. وبين ال 15 شركة يقرروا مع بعض إنه يشتروا واحد جهاز معين، ويعمدوا الشركة إنها تشتري هذا الجهاز، فالشركة تخرج الجهاز من المصنع. فاكرين عجلة الحياة للجهاز؟ صنعنا الجهاز في المصنع وبدأ يخرج ويتباع، الآن في مستشفى اشترى، فيخرج الجهاز هذا اللي تصنع من المصنع يدخل في المستشفى، تمام. لما يدخل في المستشفى أول حاجة المهندس الطبي يستقبله، لابد يتأكد إنه الجهاز اللي جاء هو نفس الجهاز اللي انطلب، يتأكد إنه الجهاز اللي جاء ما يطبق كل المواصفات اللي نحن طلبناها اللي طلبها المستشفى، يتأكد إنه الجهاز ما في شيء عطلان، ما في شيء خربان، يعني ممكن نستعمله على المرضى بسلامة وبدون مشاكل. ويبدأ الجهاز يستعمل في المستشفى ويبدأ الاستخدام، وتبدأ عملية الصيانة الدورية للجهاز، وتبدأ عملية متابعة الجهاز ومتابعة التعديلات اللي تحصل في الجهاز والإصلاحات اللي تحصل عليه وقطع الغيار والصيانة وكل حاجة. من المفترض أن يكون في إلكترونيك فايل لكل جهاز، زي ما في إلكترونيك فايل لكل مريض يكون في إلكترونيك فايل لكل جهاز مكتوب فيه متى دخل الجهاز وكم سعره وكم مرة استخدمه والصيانة الدورية اللي حصلت عليه وبكم القطع الغيار اللي اشتريت، كل المعلومات اللي خاصة بالجهاز.
بعد فترة من الاستخدام حنضطر ليش؟ للتخلص من الجهاز. طبعا كثير من الأجهزة الطبية ما ينفع أنا بس مجرد أشيلها وارميها في الزبالة، لا، لابد يكون في نوع من الإجراءات اللي تتأكد إنه الجهاز يتم التخلص منه بطريقة سليمة. وممكن يعني إعادة الاستفادة من الجهاز، يعني أنت ممكن تحاول تستفيد منه من جهة أخرى، تتبرع فيه لعيادة أخرى، أو مثلا ترجعه للشركة بمقابل إنه الشركة تعطيك النموذج الجديد. فيبغى لك يعني عملية التخلص من الجهاز، كل جهاز له أسلوب معين من التخلص، ومو مجرد المسألة إني أقفل أسحب الفيش وأقفل الجهاز، لا، عملية يبغى لها تفكير. طبعا لما نتخلص من الجهاز نرجع لعملية التخطيط، اني اصلا انا مخطط اني حتخلص من هذا الجهاز، فانا عندي في بالي خطة بديلة اني اجيب جهاز اخر، وتستمر العجلة بهذا الشكل. هذه بشكل عام عجلة الحياة للأجهزة الطبية، اللي تبدأ من فكرة تخرج ويتم تصميم نموذج واختباره، تمام، بعدين الحصول على التصميم النهائي والتراخيص وبراءات الاختراع، بعدين يسوق ويباع ويشتري المستشفى ويستخدم، ويعني يتخلص منه عشان نخطط لشراء جهاز جديد ونحط مواصفات للجهاز اللي نبغاه، وتجي الشركات كلها تتجاوب مع هذه المناقصات. ولو تلاحظوا كل جزء من عجلة الحياة الطبية تجد انه المهندس الطبي دور فيه. فعملية مجرد انه صيانة الجهاز وإدارة الجهاز، هذا ترى جزء بسيط من عجلة الحياة لهذا الجهاز او هذا النظام او هذا السيستم، وما هي مجرد يعني ما هي فقط مسألة يعني مرتبطة بالصيانة فقط، لا، دور المهندس الطبي اكبر بكثير من مجرد الصيانة، لانه هو اللي فاهم في هذا الجهاز، وعارف من بداية، هو درس اصلا الجهاز ده كيف اتصمم وكيف اختبر وكيف المعايير اللي يلتزم بها هذا الجهاز، ويعرف ايش التراخيص اللي موجودة على هذا الجهاز، ويعرف ايش متطلبات كل ترخيص، ويعرف كيف يسوق الجهاز، ويعرف كيف يبيعه، ويعرف كيف يختار من بين الاجهزة المختلفة، ويعرف كيف يتأكد انه الجهاز اللي جاله هو نفس الجهاز اللي هو يبغاه، ويعرف كيف يحط مواصفات للاجهزة. فكل تلاحظوا يعني دور حيوي جدا للمهندس الطبي. طبعا في المستشفيات بشكل عام في أجهزة كثيرة، يعني في أجهزة للتشخيص وأجهزة للعلاج. فمثلا عندنا أجهزة الأشعة، جهاز الأشعة العادي، الفلوروسكوبي، السي تي سكان، الام ار اي، الالترا ساوند، الجاما كاميرا، الراديو ثيرابي مثلا او اللينير اكسلريتر، والبورتابل اكس رايز، هذه كلها أجهزة تصوير أشعة للتشخيص، كلها مرت بنفس العجلة على فكرة، نفس العجلة حقت الحياة. يعني عندنا أجهزة علاجية مثلا زي جهاز تفتيت الحصى، وجهاز اللينير اكسلريتور حلق الأوراق السرطانية، هذا جهاز يعني علاجي يعتبر. في عندنا جهاز التحليل الكيميائي في المختبر، جهاز تحليل الدم، الطرد المركزي، تحليل غازات الدم، هذه كلها أجهزة مختبرات موجودة في المستشفيات. في أجهزة عمليات، القطع اللي يقطعوا فيه في العمليات، التخدير، الفنتيليتور اللي تكلمنا عليه، الدياليسيز ماشين اللي تكلمنا عليها، مضخة حقن الأدوية، والأجهزة الأخرى موجودة يعني بشكل عام في المستشفيات. عندنا مثلا في العناية المركزة الشاشات، الفنتيليتور مرة أخرى، التليمتري، النقل اللاسلكي اللي ننقل يعني إشارات المريض لاسلكيا لمحطة المريضة، في المناظير، التعقيم، كراسي الأسنان، العلاج الطبيعي. فهذه كلها أجهزة كلها موجودة في المستشفيات، ساهموا مهندسين طبيين في صناعتها وفي تصميمها. وحتى الآن الأجهزة تيجي تدخل في المستشفيات قد لا تؤدي بالغرض بشكل عام، يكون عندك مريض أو مريضين خاصين عندهم حالة خاصة تحتاج تجري بعض التعديلات على هذا الجهاز، وممكن يعني من خلال التعديلات دي أنه يعني يتم تعديل هذا الجهاز ليتوافق مع الشيء الجديد. وأنا شفت على فكرة يعني نماذج كثيرة من شباب محليين عدلوا على أجهزة، عدلوا على أنظمة، واستطاعوا يعني أنهم ينتجوا أجهزة جديدة. هذا ما هو شيء صعب، وإن شاء الله يعني في الجزء الثالث والأخير من المحاضرة حنتطرق لبعض النماذج من البحوث اللي في هذا المجال.